اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريده عبر مباشره من الدار البيضاء. مستجدات حصريه في قضيه الدراكي اللي كان توفى في حادثه سير. الام ديالو اليوم غادا تعطينا مستجدات حصريه. بقاو معنا باش تشوفوا الجديد في هذه القضيه ديال ايوب ديش. خالتي تفضلي. السلام عليكم. اخباركم اولدي؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ صحيحة لاباس. أنا كنشكركم وكنشكر هاد القناة ديال عبير اللي كتناضلني وكتشوف المحنة ديالي وكتشوف اشنو طرا ليا. الله يجازيكم بخير. أنا جيت نعاود لكم عاوتاني واحد المشكلة. ها انتوما وصورها ليا مزيان. ها سيدي شدها ليا مزيان. هادو هما المساطير، هادو هما المساطير اللي كانوا عندي مع هاد السيد 10 سنين. هادي 10 سنين وكل شيء كيشد فيهم البراءة 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 البراءة. هجموا علينا. هجموا علينا وضربونا ودار سيرتيفيكات عند الطبيب. دار سيرتيفيكات عنده الطبيب ديال اللي كيدير ليه التزوير. عنده الشبكارة، عنده كل شيء وكيخدم. قال لك في لاتجيت. هاد الشيء حشومة. هاد الشيء راه عيب. هذا الشيء اللي كيديروا، هذا الشيء عنده النفوذ. الله ياخذ فيهم الحق. انا دعيتهم لله، انا بغيت لهم ان شاء الله، انا بغيت لهم المؤبد ديال الله، المخزن ديال الله. ياخذ فيهم الله الحق. تعداو عليا وتعداو على ولدي. الله ياخذ فيهم الحق. وانا شحال من شحال من شكايات اللي كندير. هي الشكايات اللي كندير وكيصيفطوا لي هاد الصفرة هادي. اش بغيت ندير بها؟ اشوف واش كاين في الملف ديالي، اشوفوا المضرة ديالي. المسؤولين اللي كتفرجوا في هاد اللايفات اللي كندير، شوفوا اشنو طرا ليا. ها انتوما شوفوا وكتصيفطوا لي هاد الورقة الصفرة. اش بغيت ندير بها؟ شوفوا المحضر ديالي اشنو طرا ليا. هاد المساطير كلهم وكيشد فيهم البراءة باش يدفعوهم للخدمة، يردوه للخدمة. الشفار اللي كيشفر ليسانس ديال الدولة ديما الو الو عطوني نمشي للميريكان. فاش غدير في الميريكان؟ تعلم لهم التيو تخشي في الطونوبيلات ديال المخزن وتاخذ ليسانس. شفار ونصاب. وعندي الناس دابا ها محرجه وني ثاني الناس اخرين تيقولوا لي راه نصب علينا 6 المليون 8 المليون. والعيالات شحال من وحده جات لعندي وكتقول لي ها ما دار لينا ها ما دار لك. كنقول لهم اتجهوا القانون، اتجهوا الصحافه. هما اللي غادي يفكوكم مع هذا السيد. راه كيديو الشكايات للاداره وتقول لهم ما كاينش هنا. اي واحد تيمشي للاداره ديالو لاجيت ويدي لهم الشكايات تيقولوا لهم ما كاينش هنا. فين ما كاينش هنا وباقي كيتريني على عباد الله وكيقول لهم انا جدرمي، انا قبطان الجدرميه. ما عندوش الصفه، ما عندوش الحق، ما عندوش الحق الجدرميه. شوفوا اش كيدير هذا السيد. وشوفوا ها هو الكلي، ها الكلي، ها الكلي، ها الكلي، ها هو شدوه. وشوفوا القصيده ديال ولدي اللي قال لك قصيده. ماشي قصيده، ولدي مقتول، الدراكي مقتول، الدراكي مقتول. وكيقول لك دار قصيده، ما دارش قصيده ولدي، ولدي مقتول، ولدي مقتول. طالعوا لي على ها هو الكلي، ها هو، ها هو كل شيء. هزوا هذا الكلي هذا، هذا الشيء ها هو. عندي الوثائق ديالي، ما كاينش اللي غادي يشوفوا يشدهم ليا. كنديهم للبوليس وكيقولوا لي سيري لا للمحكمه، سيري لا للمحكمه. ايوا لا اله الا الله، الله اله هذا الا المنكر. واش هذا حق؟ وهاد الايامات صيفطوا لي موالين الولايه وقالوا لي علاش كديري اللايفات، علاش كديري اللايفات في سميتو راه تابعك الامن الوطني. هاد الامن الوطني هو اللي خسروا لي الملف ديال ولدي. طالعوا على الملف ديال ولدي السي الحموشي. كاينين النزهاء وكاينين الناس لا عمر هضر اللي بغاو يفرشوا لقبرهم. فين غادي ينعسوا ويعسوا ويفرشوا لاولادهم؟ وكاينين الناس اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من هو ظليم. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من هو ظليم. الله ياخذ الحق، ماشي غير حتى غير ليا، كاع الناس اللي مشى لهم حقهم. الله ياخذ فيهم، الله ياخذ ليا الحق. شفتوا المساطير اللي تدعيني ومشاو داروا لي واحد الملف. انا عندي صوابق، انا عندي صوابق. دارك انت عندك صوابق؟ داروا لي عندي صوابق. واش كذاب؟ كذاب وشلهبي ونصاب. اش دارك؟ كيفاش دايره؟ ها هي، ها هو داروا لي. قال لك اسيدي دار لي واحد الملف، دار لي انا عندي صوابق عدليه. ملي عندي صوابق عدليه علاش عطوني البوليس هاد الورقه؟ لا شيء. وهي ديال المحكمه اللي عطوني لا شيء. عدلية ما كاينش، مدوزه الحبس. ما مدوزه لا حبس، الله يدوزه هو في الحبس ان شاء الله. انا ما دوزت لا حبس ولا والو. انا جالسه في داري والده وليداتي ومحرضنا على وليداتي. ما هماش فارا ولادي جدرميه.
وباهم داركي والداركيين ما عاونونيش، انا راني مفقوسه من جهه الجدارمية ما فعلوا الحرام. انا سيفت الشكايه الحرام وسيفت ليه الشكايه وردوا ليا. كنشكرو كنشكر هي كنشكرهم وكنشكر داك سميتو الانسبكتور ديال الجدارمية، بغيتو يوقف معايا ويشوف هاد المهزله اللي دايرين ليا هاد الناس، ويشوف هاد المهزله اللي دايرين ليا. ولا قالك عندي صوابق ديال هاد الصوابق ويعطوني البوليس ثاني هاد لا شيء، ومشيت للمحكمه لاش في البلاد فاش زدت. دارك عندك السجن هادشي في الاوراق ديالك؟ اه عندي قالك في واحد الملف دايرين ليا هادشي، وكيخرج هو براءة. شوفوا الملفات، شوفوا الشكايه، شوفوا شحال من شكايه، وعطاو ليه البراءة. غريبة هادي، حشومة هادشي، حشومة هاد المهزلة. الولد ديالي اللي هزوا ليه الموتور، أنا بغيت الموتور ديال ولدي، يجيبوا لي الموتور ديال ولدي اللي تضرب فوق منه. ما بان لي لا موتور لا والو، داوه القتاله اللي داوه مالي العصابه اللي داوا لي الموتور ديال ولدي. هز في الطوموبيل، هز في الطوموبيل وداز في الطوموبيل، داز في القنطره الشهداء في الرباط. في الرباط؟ اييه في الرباط. واش قالوا لك ولي شي بغيت الموتور؟ اما قالوا لك ما كاينش، ومشاو قال لك لا فيراي، هذا لا الكيت. مشاو الله في راك تيقلبوا في المسامر، على غادي يقولوا لهم المسامر؟ حنا اللي قتلنا ذاك الدري، حنا درنا معاه كسيده. ها ومشاو شوفوا عباد الله، هذا لانكيت ديال اللي غادي. حسبي الله ونعم الوكيل. الزيد داير فيك هادشي كامل، اش بينك وبينه؟ اش بيني وبينه؟ ما بيني وبينه حتى شي حاجه. انا جيت بنيت الدار ديالي غير بعدا كينتشروا اللي بنى لي الدار، راه مسكين شيفو ديما يقول لي سكات، هبط الخدامه داير غير اللي يهضر معايا يقول لي سكات على ربيك. هو مربي، واش مربي؟ شوفوا واش مربي. بعد هذا السيد اللي كينصب على الناس بستة المليون 8 المليون، كيقول لهم دخل لكم ولادكم للجدارميه ودخل لكم ولادكم للبوليس. اي عندي الملفات، راني وريت لكم الملفات في ذاك الدوسي، وكاين عندي الملفات اخرين جداد اللي جاوني الناس اخرين. كنقول لهم انا ما عندي حتى شي جد. الصحافه قالك عينا بالشكايات والو، تنديو ليه الخدمه ديالو، كيقولوا لنا ما كاينش هنا، ما كاينش هنا، وكيدير الفضايح، وتيقول لهم انا قبطان الجدارميه. ما عندوش الصفه، ما عندوش الصفه السيادي، ما عنده الصفة الجدرمية، الانسبكتور ديال الجدرمية، السي حرامو. شوفوا هاد السيد اللي كيدير هاد الكارثة، شوفوا هاد السيد اللي كيغرز الناس، والسيد اللي كاين في القنيطرة عطاني الدوسي ديالو، راه عندي الدوسي ديالو، راه قلت ليها اجي تمشي معايا للدار البيضاء، قال لي راه عندي شي خدمة، ما نساليش أنا راني درت مع شي صحافة يجيو عندي أنا للدار، داير معاهم الرانديفو. والله ياخذ الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. انا دعيتهم للمحكمه الكبيره ديال الله، وشوفوا الموتور ديال ولدي اللي مشى، وشوفوا حوايجه واش تشرقوا لي. قال لك طار 17 متر، غريبه هذه غريبه. انا غير طحت نتهرس، انا غير طحت تهرست في رجليا، وعساك اللي طرت 17 متر وولدي صحيح، وكون ما تهرس ولدي بغيتو انا يتهرس باش تعرف بالله واش قصيده ماشي قصيده. ونطي قال تيقول للناس راني قلبت على ذاك الفيديو وراني شفتو، ما طرا فيه حتى شي حاجه، ما بان حتى شي حاجه، ما بان حتى حاجه. كاينين الزوميات، كاينين عند الجدرميه الفحص ديال ذاك الشيء كله، ديال الكاميرات، ديال البورتابلات، ديال كل شيء. انا بغيت البورتابلات ديالهم، وبغيت الكاميرا، بغيت الخبره، وبغيت الخبره على الكاميرا، بغيت الخبره على الكاميرا ديال 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 سميتو ديال الشهداء، وبغيت الخبره على هذا الكلي هذا هو اللي هز ليا كل شيء. ها هو ها هو ها هو. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. راه عندي جوج كليات ماشي غير السيديات، وعندي السيده اللي طلعت واحد البرغوش حرشو وطلع ليا الفوق تيضربني بالدجاج. واش هذه الفوضى هذه؟ ما وليتش ساكنه انا في المغرب، وليت انا ساكنه في الحرب. انا كيبان ليا الحرب فاش ساكنه. حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ الحق. يا سيدي ربي، يا سيدي ربي، راك انت عالي وعالم الى ما بين الحق، وخذ الحق في الظالمين، فين ما كان شي ظالم الله ياخذ فيه الحق. قولوا امين يا سيدي ربي، الناس المسلمين قولوا امين. انا دخلت كاع الدور ديال الناس، انا بكاو معايا الناس، انا شفيت الناس، انا بكاو معايا الناس، وقالوا لي الناس الله يرحم ذاك الولد، وانت الله يصبرك على الله، والله ياخذ لك الحق. انا بالدعاء ديال الناس دخلت لهم ديورهم كلهم، دخلت لهم ديورهم كاع، اللي عندها بورطابل اللي عنده طابليت دخلت عند الديور ديالهم، لا اللي في برا ولا اللي لداخل. الله ينزل، الله ينزل الحق. انا كنعيط غير على الحق، ويا ما كانش هادشي اللي كنقول، وهاد الملفات وهادشي اللي كنقول، قطعوا لي يديا بجوج. انا كما كانش هادشي خصك تعاقبني. انا
انا نتعاقب. الا كان هادشي كذوب. الا كان هادشي كذوب انا نتعاقب. عاقبوني، رجموني، شلقوني، حرقوني، انا نتحرق. غير هذاك الميكرو. ها هو. متبعي ومشاهدي جريده شعبير، شلت منه باش توصل الرساله للمسؤولين. هاد السيده هادي، هاد الكلام اللي تتقول كلام صعيب بزاف وكلام كبير وخطير. يعني كيف ما تتقول على اللسان ديالها، قالت لك الا كان هاد الشيء ماشي بصح خاصني نتعاقب. انا نتعاقب اولدي، انا نتعاقب، انا مستعده نتعاقب. يبغيو بميشنا قواوي يحرقوني، انا واقفه دابا يجيبوا يكبوا عليا ليسانس ويحرقوني. وما عندهمش كاع لحقاش كنقول الحق. قلبوا على هاد المسطرات، قلبوا على هاد الشيء، هاد الملفات هادو. قولي سميتي ولدك مره اخرى. ايوب الديش، ايوب الديش الدراكي، ايوب الديش الدراكي. ولدي انا ما شفار، ما خو، ما 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 قتال، ما شمكار، ما داروا لي في الملف. هو سكران، فين هو سكران؟ باش سكران؟ ايوا قلت لك كان سكران. تقول الطبيب، يقولوا الطبيبات اللي شافوا لي داروا لي، اللي داروا لي التشريح. انا كنهضر على التشريح ديال ولدي. كلشي زوروه ليا البوليس، انا خليت لهم الله وخليته لولادته ان شاء الله باذن الله يا مولانا. راني كنعيط عليك اسيدي ربي. الناس راهم انا كان درت الشكايه تاعي، انا درت الشكايه ديالي بيديا مكتوبين يا مولانا. الا ما تتنزل الحق على كل من هو ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من هو ظالم. كل من هو ظالم الله ياخذ ليه الحق دياله. يا رب. والسلام عليكم والله يرحم الوالدين. ومشاهدي جريدة عبير، نستودعكم الله في مباشر اخر ان شاء الله. تتمناو الرساله توصل، وتتمناو هذا الشيء الا كان بصح خصو يتفتح واحد التحقيق فيه، والا كان كذوب السيد راه خصها العقاب. انا بغيت غير تفتح. الى اللقاء متابعي ومشاهدي جريدة عبير، نستودعكم الله في مباشر اخر الى ان شاء الله.